الحمد لله إلى الرياض مرة أخرى لأسجل في جامعة مرسل. يعني كان في خيارات، لكن طلبت كلية الهندسة، وكان في بالي أيضا لا إله إلا الله ندرس هندسة كهربائية. المعاناة اللي عانيتها هي السكن. أول ما سكننا سكنت في مطبخ، طبعا بدون تكييف وحر. الحمد لله تجاوزنا، كانت 200 ساعة سنوية كلية الهندسة، سجلنا الفصل الأول 20 ساعة تجاوزتها ولله الحمد. يعني فعلا كانت من أسوأ وأصعب سنوات العمر هي السنة الأولى والثانية في كلية الهندسة. بعدها صار انطلقت الحمد لله. الرابعة بعد ما خلصتها بدأت أفكر في الزواج، لأني أعرف أني راح أكون معيد، وما أريد أن أسافر بأي حال من الأحوال إلا يكون عندي معي زوجة. عندما بدأت السنة الخامسة الجامعة اللي هو كلية الهندسة، خلصتها في عام 1982، تخرجت في جون، وحصلت أيضا على مكافأة من الملك في حينها، كان يعطونا 50,000. تزوجت في 27 يناير 1983، وبعدها بثلاث أربع شهور ذهبنا إلى أمريكا. طبعا في الوقت اللي أنت معيد في كلية الهندسة لابد أنك تراسل الجامعات بنفسك، ولابد تأخذ التوفل بنفسك،